لأن في الحياة فسحة أمل يتلقفها من رفض الاستسلام ومضى في صنع مستقبله مهما كانت الظروف والمعيقات، ولأن التفوق لا يقف عند ظروف معينة، فقد جسد عدد من الطلاب السوريين ذلك بأبهى صورة ليثبتوا لأنفسهم وللعالم بأن إرادتهم وعزيمتهم لا حدود لها. أني كنت الفصل الأول، كنت الأولى، وكان معدل 85، انخفض لل 81 لحتى حصل 83 مجموع الفصلين. كانت المشكلة الأساسية عندي أنه بلشت أعاني مشاكل بالنظر، يعني أني ما بعتمدش على المدرس خصوصي أو كذا يعطيني بالبيت، أنا كنت أعتمد على المدرس في المدرسة. في إحدى قاعات العاصمة الأردنية عمان اجتمع الطلاب السوريون المتفوقون بنتائج الثانوية العامة بحفل نظمته سوريات عبر الحدود، وعبروا عن سعادتهم بتفوقهم وإثبات جدارتهم كسوريين في بلاد الغربة. نجاحي أنا بهدي لبلدي سوريا، كثير يعني أنه بفتخر بإني أكون سورية وقدرت أرفع رأس بلدي بالأردن، وإن شاء الله رح ضل أشتغل أنه أعمل شيء لبلد سوريا. حلم لسوريا، لحبيبتنا سوريا، لحتى نرجع نبنيها إن شاء الله بسواعدنا. ومثل ما شفتوا اليوم بالتكريم كانوا الطلاب السوريين رائعين جداً ومبدعين، أعلى المعدلات على الرغم من كل الصعوبات اللي مروا فيها. صاحب أعلى معدل يزن محمد الغوثاني 97.4%. ورغم فرحة نجاح يزن المتفوق الأول في نتائج الثانوية العامة، إلا أنه يجد أن فرحته لن تكتمل إلا بدخوله إلى الجامعة ودراسة الاختصاص الذي طالما حلم به. في إرادة، في إصرار، في هدف موجود وأنا عم أشتغل عليه. هدفي أنا حاطه من زمان أني أنا أصير جراح، ما رح أتخلى عن هدف مهما كانت الظروف، وهي هي كانت الأولوية أو القاعدة اللي أنا مرتكز عليها بدراستي بالأردن. لما كنت بالأول ثانوي قدمت على منح دراسية بالمدارس للتوجيه، والحمد لله حصلت على منحة كاملة. ويواجه الطلاب السوريون صعوبات كثيرة فيما يخص الالتحاق بالجامعات الأردنية بسبب التكاليف العالية مقارنة بدخل السوريين هنا بشكل عام. الفرحة طبعا ما اكتملت، الفرحة بتكتمل يعني مو بس بالنجاح، الفرحة هن ناقصة لحتى تتأمن المنح الجامعية أو يتأمن مين يتكفلون لهالشباب هذول كلياتهم، سواء داخل الأردن أو ببلاد أوروبا أو شيء. رغم ألم الغربة ما زال هناك شعاع أمل ونجاح، نجاح هؤلاء السوريين الذين لم يعرفوا لا اليأس ولا الاستسلام. رانيا حمور لبرنامج جولة الصباح عمان.